هذا الريل خاصو يوصل لاي واحد كيفكر يدير كليه العلوم. لما نفكرك انك غادي تقرا نظام ال ام دي، 3 سنين ليسانس، عامين ماستر، 3 سنين دكتوراه، يعني 8 سنين في التوتال. بلا ما نعاود نفكرك ان ما بقاش شي حاجه سميتها ليسانس فوندامونتال، ليسانس بروفيسيونيل، بقى غير ليسانس، ليسانس ديدوكاسيون. جي دابا نشوفوا الاجازه شنو تقدر تسجل فيها. كاين البي سي جي، ام اي بي، بي سي، انفورماتيك، انفورماتيك ابليكي. طبعا دخلوا مسالك جديده بزاف. كاين اللي كتقرا فيهم جيد عامين عاد كتقرا التخصص ديالك، وكاين مسالك اللي فيها مباشره التخصص، كاين مسالك تخليك تدوز الماستر بلا مباراه. اجي نفكرك في الافاق، تقدر تدوز للصيدله، تخدم في المختبر، مؤسسه الدوله، صناعات تجميليه والادويه، وفي الشركات الخاصه، وباقى اللائحه طويله. كاين طبعا لوبسيون ديال انك تلتحق بسلك الهندسه من بعد ما تاخذ دوك بالمونسيون طبعا، كدوز المباراه بحالك بحال السي بي جي او، اف اس تي، ولو اس تي. وهنا على جيت غادي نعطيك فكره على اهم مدارس المهندسين اللي كاينه في المغرب. تبع معايا الريل مزيان، شد ورقه وستيلو وقيد هاد السميات، دخل قلب على راسك على كل مدرسه، شنو التخصصات اللي فيها، شنو الافاق ديالها، شنو السالير اللي ممكن تخدم به، طبيعه العمل ديالها. ديان على راسك باش ما تعاودش دير نفس الخطا اللي درتي مع الباك. ما تقراش في لافاك بلا هدف، ضروري ما تقلب على لي زوبسيون اللي عندك، نوض قلب على راسك، خذ قرار واش غادي تاخذ ماستر ولا الدكتوره ولا تدوز لسلك المهندسين، وخدم على راسك.